السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات، نعود إليكم من جديد. الموضوع ديالنا ديال اليوم وهو ريدي تو ديجيتال دينانس، أو كما كيسميوه بزاف التقاعد أو دخل المواطنة. هاد دخل المواطنة كيستافد منه بزاف وبزاف بزاف، ومنهم المهاجرين اللي كيستافدوا منه، ومنهم بزاف ديال المهاجرين كيستافدوا منه، ومنهم بزاف ديال المهاجرين اللي عندهم مشاكل في هاد دخل المواطنة. اللي بغيت نوصل لكم ان في لاليجي دي بيلانشو اللي دارت في 15 شهر 7، هاد لاليجي هادي راه كاينين واحد لي موديفيكي في الريدي تو ديجيتا دينانسا، وخاصكم تعرفوها، خاصكم تعرفوها قبل ما نوصلوا لهاد لي موديفيكي اللي وقعوا. بغيت نوصل لكم ونقول لكم بان لا بروفينشا دي نوفارا فين ساكن انايا، الكارابينيري داروا تحقيق مع 78 شخص، 78 شخص، هاد 78 واحد فيهم 73 مهاجر، 73 مهاجر دارت به دعوة قضائية على ود الريدي تو ديتشيتا دي رانسا، كل المشكل ديالو، كل وهمه، كل وعلاش شد كيشدو، علاش داروا به دعوة، كاين اللي كيديروا به دعوة كيخدم نوار، كاين اللي كيديروا به دعوة مثلا مديكياري فالسو، كاين اللي ما عندوش 10 سنين، كاين اللي شرا طوموبيل وما ديكياراش بان راه شرا طوموبيل، كاين اللي شرا دار وما ديكياراش بان شرا دار، كاين اللي خدام وما ديكياراش بانه خدام. مهم 73 مهاجر في البروفينشا دي نوفارا، هادشي اللي وقع مؤخرا، ولا سمعنا شحال هادي راه كانت 500 واحد في البروفينشا دي جينوا، ومنهم 450 غير مهاجرين في جينوفا تنظن العام اللي فات تقريبا. غادي نقول لكم القانون اللي كاين اليوم وماشي في مصلحه بزاف ديال المهاجرين، كننصحكم تردوا بالكم، رد بالك من بعض الاخطاء غادي توقع فيها، ومنهم مثلا اول شيء، اولا هادشي راه ماشي اللي تنقولوا، هادشي راه تيقولوا القانون اللي خرج. انا راه ما بغيتش ان نخربقك ولا نخلعك، ولا انا بغيتك تحضي راسك وتعرف شنو كدير، ولا كانت غير سبيتشو اللي كتشد، يعني غير تخربيقه اللي كتشد، غير حيدها ود عمي احسن لك حيدها. اولا الا عندك الملك في البلاد، انت فاش عمرتي لا ديكيراسيوني بانك شنو عندك وشنو ما عندكش، ماشي انت اللي عمرتي، عمرها لك الكاف، عمرها لك الكاف وما غاديش يسول، كيشوفها لي زي اللي عندك الوريقات اللي كتجيب لي الطاطا وكيعمر وكيصيفط، واكيد غيكون معمر ما عندكش الملك ياك. كدا كيدار لك بحث، القانون الجديد دابايا كيدار لك بحث تراميتي نيبس، وزاره الداخليه ووزاره الخارجيه داروا واحد الاتفاقيه باش يبقاو يديروا البحث في البيرسوناجي في ليستيرو، يعني الا كانت عندك دار في بلادك، يا في تونس يا في الجزائر يا في المغرب، عندك دار في بلادك وكتشد ريدي تو ديتشيتا دينانسا، دير علامات استفهام وعرف اش كانوا كدير، لانك اي ديكياراتو بانك ما عندكش حتى حاجه في اسمك. واليوم ممكن، كيف انا غادي نقول لك مثلا، غتقول لي المغرب راه ما كيعطيش معلومات، كاينين مكاتب مختصين كيخدموا مع القنصليه ديال المغرب وديال بلجيكا وديال فرنسا وديال اسبانيا، مكاتب بريفي كيخدموا معاهم، القنصليه ديال الطاليان غتصيفط هذا المكتب، هذا المكتب غيمشي داروا اتفاقيه الاخوان، والناس كنعرفهم شخصيا اكدوا لي ان دارت اتفاقيه مع المحافظه اللي كاينه في البلاد، في عده محافظات كاينين في البلاد داروا اتفاقيات. شنو هما الاتفاقيات؟ غادي نجيب لك واحد البيرسوناجو انت غتقول لي واش عنده شي ملك ولا لا، هادو هما الاتفاقيات، هاد الاتفاقيات راه داروا شي عامين هادي، ودارتها حتى الطاليان الاخوان، دارتها مع المحافظات، بان انا نجيب لك واحد البيرسوناجو غتقول لي شنو كيكسب، الا عندك شي دار محفظه في المحافظه غادي تطلع وغادي يعطيوهم المعلومات بان انت راه عندك الملك، اوكي، وهذا الملك هذا غيصدقوا مديكلارين بيك بانك انت ما ديكلاريتش عندك الملك في الاستيرا وتشيتيرا وتشيتيرا وتشيتيرا، وغا في اخر المطاف غيديروا بك دعوه قضائيه. غندوزو هذه واحده من القوانين، غندوزو للوحده الثانيه اشنا هي، وهي الى شي واحد في النوكليو فاميلياري
عنده واحد الحكم بينالي يعني تحكم كيف ما كان، ومنهم اللي غادي يشد الريديت ودي شي تدينانسا ومثلا وقعوا ليه مشاكل منهم وتحكم. الا تحكمتي يا ولد عمي ما عندكش الحق في الريديت ودي شي تدينانسا مده ديال 10 سنين. وحتى النوكليو فاميلياري شي واحد من داك النوكليو فاميليار اللي دافع على حسابه كتشد الريديت ودي شي تدينانسا الا وقع عليه شي مشكل وتحكم مدة ديال 10 سنين، حتى واحد من هذاك النوكليو فاميليار ما غادي يشد الريديت ودي تشيطا ديال عنز نيسونا. هذا القانون الثاني. انا ندوزو للثالث. الثالث شنو هو؟ الثالث هو الثالث شنو هو بلاتي نتفكر. القانون الثالث هو كان شحال هادي تقدر تريفيوتي ثلاثه الخدامي عاد تيحبسوك الريديت ودي تشيتا دينانسا. اليوم حاليا تريفيوتي جوج خدامي يتحيد لك الريديت ودي تشيتا دينانسا، يعني ما بقاتش ثلاثه الخدامي ولات غير جوج خدامي يحيدوا لك الريديت ودي تشيتا دينانسا. زائد الى ريفيوتيتي غير الاولى يبقى ينقصوا لك كل شهر ينقصوا لك 5 اورا. فهمتيني اخويا اختي اخويا اش بغيت نوصل لك؟ الا قالوا لك راه خاصك تخدم هذه الخدمه هي راه خيناك خدمه وقلت لهم لا ما نقدرش لان عندي مشكل كذا وكذا لقيتي لهم واحد السكوته غيبقاو يحيدوا لك كل شهر 5 اورو ولا ريفيوتيتي الثانيه غيبلوكيو لك الريديت ودي تشد ديال راسها وما غاديش تبقى تشدو. ندوزو للموضوع الاخر اللي هو مثلا مثلا القانون الجديد عاوتاني شنو تيقول؟ تيقول بان الكوموني غادي يعيط لك باش تمشي تخدم عندو شي سويعات، يعني غيصيفط لكم الجرادي تنقيوهم، غيصيفط لكم التشيستين وتبدلو ساكاتي، غيصيفط لكم تقطعو ليربا، ينجيرو غادي يدورو بكم باش تخدمو في الكوموني اللي نتوما ساكنين فيه، غادي يعيط لكم باش تمشيو تخدمو. اي واحد كيشد الريديت وتيتشيتا دينانسا يوجد راسو. زائد حاجة واحدة أخرى اللي هي مهمة، إلا حصلتي وأنت خدام نوار النيرو عندك من عام حتى لثلاث سنوات سجن الحبس الإخوان. هادشي راه ما بغيتش نقوله باش نتشفى فيكم ولا أنا بغيتكم غير تحضيو ريوسكم. أنا ما غنقولش أنا لا نقول اللي غادي نقولك إلا كنت كتشد سبيتش ولا غير حيدو عليك. أحسن خدم وخدم على راسك وحيدو عليك احسن تابعينك بي محضي على ودو. والاجراءات دابا ولات مزيره بزاف لان حصلوا بزاف ديال الناس يعني كيسفروا التين في الوسطاتو. فهمتي اش بغيت نوصل لكم الاخوان؟ خصوصا الناس ديال نابولي راه طاليان كامله نابولي النص ديالها كيشد الريديتو دي تشيتا دي نانسا. النص ديال نابولي كيشد الريديتو دي تشيتا دي نانسا تقريبا ضربوا واحد الحساب قال لك النص ديال نابولي كيشد الريديتو. ردوا بالكم الاخوان. تحياتي، بارطاجيو كي تعم الفائده، ما تبخلوش بلايك وشارك في القناه. اللي ما مشاركش في القناه يشارك في القناه باش يوصلكم الجديد. هذه راه لا ليج ديال البيلانشامين طول الاخوان، راه قانون جديد يلاه تفتح وداروا فيه موديفيكا في القانون ديال ريديتو دي تشيتا دي نانسا. وهادو هما القوانين الجدد راه طرح قلتهم لكم كاملين. نتمنى قنوات واحدة اخرين يهضروا عليه باش يوصلوا لكم معلومه اكثر واكثر وتحضيو راسكم، لان كاينين بزاف ديال المهاجرين فعلا كيستافدوا من هذا الريديتو. وكاين اللي غير تصيد وكاين اللي غير تزرف وكاين اللي مكملها وساكت، كاين اللي واكل العصا وساكت وما غايقولش لك ها اللي وقع لي وها اللي وقع لي. غير كل هاني شتي انت اللي كتفرج فيا راه انتورنو تاع الناس اللي دايرين بيك بزاف واكلين العصا وساكتين وما غايجيوش عندك يقولك ها المشكل اللي وقع ليا والمشكل اللي وقع لي. ما غيرضاش باللغه ديالنا، ما غيرضاش يعني باش ينصحك نتايا ما غيرضاش. هو غيكون كون قال حتى يوقع لك بحال اللي وقع ليه باش ما يتسماش غير هو وحده اللي وقع ليه المشاكل. بزاف ديال الناس كيبردوا على راسهم تيقول لك واه ماشي مشكل ندخلوا للحبس ماشي مشكل نرجعوا ليهم راه لقاو ما يديو من عندنا يديو من عندنا، ولكن راه كيبرد على قلبه راه هو مزير كان عذره ما كانش عارف. اليوم انا قلت لك القوانين حضي راسك
خصوصا عندك الملك راه خدامين. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.